السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال. بعد غياب طويل شوية ان شاء الله جاي النهاردة بكورس سريع وخفيف للناس المبتدئين وكمان ان شاء الله المحترفين. الكورس هيكون عبارة عن 4 دروس، الـ4 دروس هيكونوا خاصين بس بالديزاينات العربيات او الشغل ده، تمام؟ وهنبدأ نظبط موضوع الكورسات ده، يعني كل كورس هيكون شامل 4 حلقات أو 4 دروس، الـ4 دروس هيكونوا مثلا خاصين بالعربيات، الـ4 دروس الجاية هيكونوا خاصين بحاجة تانية، وهنبتدي موضوع الكورس. هي دي الفكرة اللي كنت حابب أوضحها لحضراتكم، عندي على البروفايل على الفيسبوك، فخليني مطولش عليكم ونخش سريعا في درس النهاردة، تمام؟ دي كل الملحقات اللي هنشتغل عليها. طبعا الكلمة أنا اللي عاملها، خلينا نشوف برضو اتعملت ازاي ونخش سريعا بإذن الله مش هنطول. على طول كده هفتح المقاس بتاعي من نيو، بعد كده هشتغل على البكسل زي ما قلنا، وبعد كده هخليها 2000 في 1700 في ريزوليوشن 100، مفيش مشكلة، هيفتح لي بالشكل ده، تمام. أول حاجة المفروض إن أنا بعملها بعد ما أفتح المقاس، بشتغل على الباك جراوند بتاعتي اللي هي الخلفية يعني. طيب هاجي هنا كده هدوس كليك، وبعد كده السوليد كولر، وهبدأ أختار الكالر اللي انا حابب اشتغل عليها. مثلا لو اللون ده، انا دايما بحب ايه اشتغل الدرجه الغامقه في الاول كده، خلينا نفتحها شويه، وبعمل نيو لاير من هنا كده، وبجيب البروش كليك يمين، بجيب البروش الخفيفه كده، وببدا اكبر السايز بتاعها شويه. ركزوا معايا، لو دوست الت ودوست كليك شمال من الماوس على الباك جراوند او على الحته اللي انا واقف عليها دي، هياخد لي من نفس الدرجه دي هنا في المربع اللي هو على الشمال ده، فهبدا ادوس على المربع ده وهعلي شويه الكلر بالشكل ده، وهدي كليك كده هيديني اللايت او اللسعة اللي دايما بستخدمها في ديزايناتي. طيب دي اول نقطة يعني. خلينا نخش سريعا كمان، هناخد، انا حملت كل الكلام ده من فري بيك وشاتر ستوك، فخليني هاخد الشكل اللي انا هوقف عليه العربية بتاعتي. طيب مبدئيا كده في طريقة قص سريعة جدا، عشان برضو الناس اللي ما بتحبش تقص بالماجيك او بالبنتول، خلينا في الفوتوشوب الـ21. انت لو جيت عند هيلب كده ودوست فوق فوتوشوب هيلب كده، هتلاقي حاجة هنا اسمها كويك اكشنز، لو دوست عليها هتلاقي حاجة اسمها ريموف باك جراوند، لو دوست عليها ودوست ابلاي هتلاقي ان هو على طول بيحذف لك الباك جراوند. بس يعني هو مش بس بيمسح في الصور السهلة، لا بالعكس، هو كمان بيمسح الصور اللي ممكن تحس ان هي مزعجه ان انت تقصها بالبين تول، والموضوع بيبقى صعب. طيب انا هعمل كونفيرت تو سمارت اوبجكت دي، عشان قلنا لو كبرنا او صغرنا الشكل ده ما يبكسلش مني ويفضل محافظ على الكواليتي بتاعته. طيب انا هاخده هنا كده معايا، وركزوا معايا، انا هدوس الت من الكيبورد وهبدا اكرره بالشكل ده، على اساس ان انا محتاج يعني اكبره شويه وكده يعني، تمام. انا عشان ما احسسش اي حد يبص يحس ان الموضوع متاخد كوبي بيست، فانا ايه بعد ما هعمل كوبي منه كده هجيب الاستيكه، تمام، هصغر السايز وهبدا امسح الجزء اللي فوق بالشكل ده، على اساس بس ان هي تبان انها قطعه واحده يعني. وهبدا برضو ممكن اخد من الاولاني خالص اللي هو ده، نفس الموضوع كده، ممكن اطلعه فوق بالشكل ده، تمام. وخلينا نبدأ نمسح الأجزاء اللي هي ممكن تبين إن إحنا واخدين كوبي بيست. طيب أنا خليني أقول إن أنا كده تمام، هدوس كنترول A بعد ما وقفت على أول لاير، ودوست شيفت واخترت تالت واحدة، ودوست كنترول A عشان أعمل ميرج كله كده مع بعضه، أكبر شوية وهروح للصور بتاعتي، هجيب شكل العربية اللي أنا اخترتها اللي هي دي المفروض، تمام. هبدأ أظبط العربية بتاعتي على الجزء اللي تحت ده، طبعا لو أنا حاسس إن هو عايز يتشد كده أو كده أو كده براحتك، تمام. ممكن كمان كنترول تي وبعد كده كليك يمين وأجيب الورب من هنا كده، وأبدأ أظبط الحاجات دي. كمان أنا حاسس إن هي طالعة من هنا كده من الجزء ده، الورب برضه هبدأ أنزلها تحت بالشكل ده، تمام. سريعا كده هروح للشكل اللي هو ده، أنا عايز أخلي الموضوع يكون في 3D شوية، تمام، فهكبر كده بما إن الباك جراوند بيضا، فعلى طول هستسهل وأجيب الماجيك وهعمل راسترايز
هنزل اللاير تحت كده بالشكل ده، هبدأ أظبط بس الحجم ده يكون قد ده، والزيادة ممكن بالاستيكة كده على طول سريعا كمان من هنا. تمام، طبعا اللون باين ان هو في اختلاف يعني، فانا لو دوست كنترول يو ورحت عند الساتوريشن كده ورحت عامل سالب 100، هي خلاص يبقى هو كده ظبط لي اللون ده مع ده. طيب خلينا لو نزلت بالجزء اللي هو ده، انا عايز انزل بيه شويه على اساس ان انا ايه الحواف او الحاجات الحاده دي، ابدا بالاستيكه بتاعتي كده اقل الفلو شويه وابدا ايه. لا معلش انا اسف، نرجع. انا كنت المفروض اختار الخفيفه يعني منها عشان خاطر اهو وانا بحذف كده او انا بمسح ايه يدمج لي الموضوع مع بعض يعني. تمام، اوقف العربيه بالشكل اللي انا عايزه بالمنظور اللي انا شايفه صح. تمام، ممكن كمان اصغر الكلام ده شويه زي الفل. هرجع للصور بتاعتي وهاخد تاني خطوة اللي هي خطوة الموبايل. طيب أنا عايز أقول إيه في الديزاين ده؟ أنا عايز أقول إن أنت عايش المغامرة مع كيا سبورتاج الجديدة. تمام، والمفروض إن المغامرة حاجة كده بتدي دلالة على شغل الأشجار والغابات والكلام ده، فهي دي كانت فكرة الديزاين بصراحة. جايز تكون هي مش موفقة قوي يعني بالنسبة للناس تانية، بس إيه انا قلت ايه في الاخر هشتغل على الشكل الجمالي وعلى موضوع الدمج. فعشان ما اطولش عليكم انا جبت الموبايل عكسته الناحية التانية، هبدأ انزله تحت بالشكل ده. كمان انا كنت عايز اقول بالموبايل ده ان انت تقدر تحجز عن طريق الموبايل او تشتري او ايا كان يعني المسمى بتاعها. تمام، فانا هجيب الاستيكة كده هعدل فلو ابدا اصغر الموضوع كله شويه بالشكل ده. طيب انا هحتاج اخد الجزء الابيض اللي في الموبايل ده بالكويك سيليكشن سريعا كده بلس، وهقف على اللاير بتاعه الموبايل اللي هو ده، وهبدا ادوس كليك شمال كده وامشي على الجزء الابيض فقط اللي جوه بالشكل ده. طيب انا كل اللي هعمله هدوس كنترول جاي من الكيبورد عشان اخد كوبي من الشكل اللي انا عملته، وكل اللي هعمله ان انا مثلا هحاول اشوف شكل غابة مثلا يعني، هات اي شكل غابة مثلا اكتب غابة على جوجل مثلا يعني، حاسس ان هو هيجيب لي حاجة مش يعني مثلا ممكن ناخد الشكل ده. انا ماسك اهو كنترول في كده وركز معايا، لازم أن يكون الشكل ده فوق اللاير بتاعت الموبايل اللي احنا خدناها اهو. هقف عليه وادوس كنترول الت جي من الكيبورد، هيدخل لي اللاير بتاعت الغابة جوه اللاير بتاعت الموبايل. طبعا انا عملت كونفيرت عشان خاطر ما اتبكسلش، وهبدأ اظبط الشكل بالكنترول وبالماوس كده. تمام، يعني خلينا نقول ان احنا تمام. طيب هرجع للصور سريعا، انا مش حابب اطول عليكم خالص، هاخد الشكل ده ممكن نحاول ندمجه في اي حاجة يعني مثلا في الشجرة مثلا من هنا كده، بس نحاول نصغر شوية كمان صورة الغابة دي، ممكن نحاول نصغر شوية الشجرة ده. تمام، مبدئيا كده هي المفروض ان اللي جوه اغمق ودي كده افتح. تمام، فانا ممكن بالليفلز على طول كنترول الت جي عشان ادخل الليفلز او الشغل اللي هعمله جوه اللاير بتاعت الشجر بس، وابدا ايه اغمق الموضوع كده على اساس ان هو يبقى قريب بس من اللي جوه، وبعد كده كنترول بعد ما اقف على الاثنين كنترول اي عشان اعمل ميرج كده خلاص. تمام، بالاستيكه الخفيفه خالص ابدا، برضه احنا جبنا التقيله جبنا الخفيفه اهو، ابدا احذف كده على اساس ان انا يعني الموضوع كله يدخل في بعضه اهو. تمام، اكنها ايه بس يعني خارجه كده لبره. طبعا المقصود ان انا عايز اعمل شغل 3D شويه يعني، تبقى تبان ان هي 3D شويه. طبعا براحتك لو انت شايف ان هي مش تمام تقدر انت ايه ما تحطهاش او ما تستخدمهاش يعني.
طيب هنيجي الجزء ده، خلينا نعمل الاتجاه ده. والله يعني الدرس لما بنفذه لأول مرة وباجي أراجعه تاني أو أنفذه لكم كتسجيل، يعني أحيانا بنسى في بعض التفاصيل، يعني هتطولكم معايا معلش. خلينا أهو برضو بالأستيكة الخفيفة أحذف شوية الحاجات إيه. تمام، هنرجع نشوف إيه اللي معانا. الشلال ده فتحت الأدوبي، لو وقفت هنا كده عملت سكرين خلاص حليت مشكلة الباك جراوند السوداء. هبدأ أعكس الشلال ده، أنا عايز المية تكون خارجة من قلب شكل الغابة اللي جوه ده، يعني أكن إيه هو بيدي منظر جمالي في الآخر. وبرضه يعني براحتك ممكن تنقش. طيب خلينا نقف على الجزء ده وخلينا نجيب البين تول ونرسم شكل مثلث مثلا. ناخد مثلث يعني نقطع جزء من هنا كده. تمام، وهدوس كنترول جي عشان اخد كوبي يعني، بس انا حاسس ان القصة مظبطتش. طيب خلينا نظبطها تاني مثلا كده، مثلا كنترول جي كده عشان اخد كوبي من الشكل ده. تمام، وابدأ ايه يعني اكرر الجزء ده على اساس تبان يعني ان الشكل اللي انا عامله ده مكسر او مفتفت او ايا كان يعني. وهبدأ اخد الاربعة كده. تمام، وهدوس يعني كنترول ايه وهدوس الت عشان اعكس واكرر منه الشكل اللي انا عايزه. بالشكل ده. خلينا نطلع فوق خالص بالشكل ده، وهعمل نيو لير وهجيب برش وهجيب مثلا اللون اللي هو البرتقالي شوية ده، وهدي كليك هنا كده. وزي ما انا كده بدل البرتقالي ده هجيب ابيض، اصغر السايز شوية وهدي كليك في النص هنا كده، وبعد كده هعمل سكرين عشان يديني الشكل. طبعا لو انت شايف انه زيادة ممكن تقلله خالص. تمام، همسك كل الكلام ده وهجيبه ناحية الشمال شوية بالشكل ده. طيب بالنسبة للكلمة بتاعة عيش المغامرة عملتها ازاي؟ جيت هنا كده فتحت مقاس جديد خالص، خلينا مثلا نشتغل 50 × 50 سنتيمتر. هقول لكم على طريقة جديدة. تمام، طبعا في فونت أكيد كلنا عارفينه، هقول لكم عليه دلوقتي. اللي هو ده مش عارف اسمه، دي جي غياتي تقريبا او حاجه زي كده. طبعا كلمه عيش هنا او كلمه المغامره ما حسيتهاش، يعني حسيتها ان هي مش كويسه. طيب انا اللي جه في دماغي ايه، الفونت كويس عربي وانجليش. طيب ايه المشكله لما استخدم او ابدا اعمل كلمه من الانجليش بتاعه بشكل كويس؟ فرحت عامل ايه، جبت حرف السي بالشكل ده وقعدت ادور كده ايه اللي ممكن ينفع معاه مثلا. يعني قعدت اجرب شوية حلوين كده لحد ايه، لحد ما لقيت في حاجة تنفع يعني. خليني ارجع معلش الملف بتاعي اهو. انا المفروض اللفة دي مثلا هي كاتريو تقريبا. الفكرة إن أنت وأنت قاعد شغال لوحدك عكس ما أنت بتصور تماما، يعني بتحس إن أنت مركز قوي. تمام، وأنت مش بتصور، لكن وأنت بتصور ده موضوع تاني خالص. طيب خليني أقول كده وبين تول أكمل، يعني أنا المفروض أصلا أمسح الجزء ده شوية وهكمل بين تول بقى يعني.
طبعا لسه هنظبط يعني الموضوع ده. خليني اقول كنترول انتر وهاخد كوبي من الباك جراوند، كنترول يو اسوي الموضوع ده شويه، طيب كنترول تي وهجيب الورد وهبدا اظبط الاجزاء اللي محتاجه تتظبط بالشكل ده. طبعا في زياده حصلت في الجزء ده همسحها، ممكن اعمل الاثنين ميرج مفيش مشكله، وهبدا اظبط الورد كده. اليو تاني اهو هبدأ اقرره، احذف بس الزيادة اللي حصلت هنا، اقرر هنا كده اعطاني حرف الشين يعني. طبعا هنا في جزء محتاج يتظبط بطريقة كبيرة شوية اهو، ممكن أكبر الجزء ده شوية. تمام، بعد كده أحط المربع بتاعتي بعد كده جبت حرف السي برضو، وابتديت التعريب على الشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما وصلت للنتيجة اللي هي دي. تمام، فعشان انا مش حابب اطور عليكو كل اللي انا عملته زي ما قلت لكم كده، خلي لونها ابيض اقربها شوية. تمام، ممكن اخد كوبي منها بالشكل ده، لو جيت عند الفيل هنا قللته 0% وجيت هنا كده فوق وعملت ستروك وخليت الستروك ده مثلا 5 أو 3 وخليته مثلا اللون الأبيض ونزلت كده بالسهم هيبدأ يعمل لي الشكل ده. طبعا الفيل ده هو اللي بيخفي الأبيض اللي جوه الكلمة يعني، ممكن يعجبك وممكن لأ على حسب ما أنت عايز. تمام، هاجي كده فوق عند اللير الأولى بتاعة الكلمة وهدي بيبل شوية، برضو موضوع البيبل ده على حسب ما انت حابب يكون عامل ازاي. تمام، اللوجو، وده في دايما في ديزاينات أي براند هتلاقيهم دايما بيحطوا اللوجو في الشريطة بيضة يعني. احنا هنطلع بكل الكلام ده فوق بالشكل ده، نجيب الشريطة البيضة هنخلي على الجنب الشمال بالشكل ده، كمان خلينا نكتب عيش المغامرة. المفروض تبقى جنبها تحت يعني. سلام، طبعا دي حاجات بتبقى صغيرة كده بس اللي هو ايه يعني احيانا بتدي شكل للديزاين او بتكمل او بتدي توازن في الحتت الفاضية. هنا ممكن نكتب 19 3 ستات مثلا،
وان الكلمة الرقم ممكن نزود الطرفات بتاعتنا. بس فخلينا نشتغل على الالوان بتاعتنا بقى، نبدا نظبط. انا بس هعدل الجزء ده شويه او الليير ده شويه بالشكل ده، ممكن نغير السكرين نشوف الكالر دوج او يعني السكرين افضل حاجه. تمام، هطلع فوق خالص كده وهبدا اشوف مثلا غيرنا اللون ده، احنا ما خدناش سكرين. هطلع فوق خالص وهعمل السيلكت كولر، هبدا اشوف مثلا اللون الابيض هنا لو حركت اللي جزء دي هيبدأ يعمل يعني معايا ايه. طبعا هنا بتبقى لمسات بسيطة قوي وبتفرق جدا جدا جدا. طيب هشوف كمان color balance، طبعا ده لسه بعيدا عن شغل كاميرا رو. طيب خلينا اقول تمام وهاجي اقف عند اول layer فوق واخر layer، ادوس shift وادوس كليك، وبعد كده هدوس alt وسهم فوق عشان يعمل لي كوبي من كل layers، وبعد كده control a عشان يبقى لو انا بوظت حاجه او حابب ارجع لنفس اللاير بتاعتي يبقى انا كل اللايرات تحت والشكل اللي هعمله في الكاميرا رو هو في اللاير اللي فوق بس. طبعا موضوع الكاميرا رو ده مش ارقام ثابته، دي حاجه على حسب عينيك وعلى حسب ما انت حابب، بتفضل تحرك كل جزء موجود لحد ما بتوصل للنتيجه اللي انت عايزها. حاجات مش ثابتة تماما، عشان في ناس كتير قالت لي يبقى خلي الأرقام أو قول لنا. طبعا الكلام ده مش صح، لأن بتفرق في كل ديزاين، بتختلف من ديزاين للتاني. أنا حاسس إن الكلر بقت شديدة أوي أو بقت زيادة أوي، هدوس أوكي وهبدأ أشوف كده. تمام بس، وبكده نكون خلصنا ديزاين بسيط وسريع. يا رب يكون عجبكم، استنوا رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.